بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، كل من دعاه بك استغثنا، يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى. فلا أجل من جليل قدرتك، ولا أعز من عزيز صواتك، لقهر ملكك الملوك تخضع تخفض رغم من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيدك حله وعقده، وقد بسطنا أمرنا لديك، وقد شكونا ضعفنا إليك، فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما. وانظر إلى ما مسنا بين الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، ونحن يا من ملكه لا يسلب، لسنا بجاهك الذي لا يغلب. إليك يا غوث الزليل نستند، عليك يا كفر ضعيف نعتمد، منك العناية التي لا نرتجي، حماية من غير باب وتجي، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، يا واسع الإحسان، يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، وسعت كل من خلقت علما ورفعة ورحمة وحلما، وقد مددنا ربنا الأكف، ومنك ربنا رجونا اللطف، فأبدل اللهم حال العسر باليسر، وأمددنا بريح النصر، واجعل لنا على البغاة الغلبة، واقصر هذا الشر على من طلب، وانصر حمانا يا قوي ناصر، واقهر عدانا يا عزيز قهر، واعكس مرادهم وخيب سعيهم، واهزم جموعهم وأفسد رأيهم، وعجل اللهم فيهم نقمتك، فإنهم لا يعجزون قدرتك، وكلنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة إلينا، يا ربي يا ربي بك التوسل، لما لديك وبك التوسل، يا ربي أنت ركننا الرفيع، يا ربي أنت حصننا المانيع، يا ربي يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقامنا، واجعل بصاد وبقاف وبين ألف حجاب من وراءنا، تكن بجاه لا إله إلا الله، هو جاه خير الخلق يا رباه، هو جاه ما به دعاك الأنبياء، وجاه ما به دعاك الأولياء، وجاه كل من رفعت قدره، ممن سترته أشعت ذكره، وجاه آيات الكتاب المحكم، وجاه الاسم الأعظم المعظم، ربي دعوناك دعاء من دعا ربك كريما، لا يرد من زعى، فاقبل دعاءنا بمحض الفضل، قبول من ألقى حساب العدل، وامنن علينا منة الكريم، واعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واغفر لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأحوال، واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا ربي نجا السعادة، واختم لنا يا ربي ختم الشهداء، وأصلح اللهم حال الأهل، ويسر اللهم جمع الشمل، واقض لنا أغراضنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة يا ربي، وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه كما بودي، واعفي وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا ربي على المختار، صلاتك الكاملة المقدار.
صلاتك التي تفي بقدره كما يليق بارتفاع ذكره. وصلي يا ربي على المختار صلاتك الهملة المقدار. صلاتك التي تفي بقدره كما يليق بارتفاع ذكره. وصلي يا ربي على المختار صلاتك الهملة المقدار. صلاتك التي تفي بقدره كما يليق بارتفاع ذكره. ثم على الآل الكرام وعلى أتباعه الغر ومن لهم تلا. وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي. وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي. وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي. كذاك صاحب المقام الطاهر محمد بن أحمد الناصري. بالرحمة أهل السلسلة في كل منزل وكل منزلة. وخص بالرضا وبالإحسان سيدنا القطب أبو عليان. وخص بالرضا وبالإحسان سيدنا القطب أبو عليان. وخص بالرضا وبالإحسان سيدنا القطب أبو عليان. وشيخنا إبراهيم شيخ الشرع وأبيه خصوما كل بادع. يا رب وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين. يا رب وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين. يا رب وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين. وعن شقيقه أبا المواهب وعن أبا التقى وكل صاحب جاههم. يا رب بلغنا الأمل واختم لنا منك بصالح العمل. والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو قصد تمام قصده. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو ذي منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوب. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجه وأقرع بها من مواهب الفضل. واحملني على سبيلي إلى حضرتك حملا محفوظا بنصرتك. واغذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية. وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا. وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. وانصرني
لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والود وعدد كلمات ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مغتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا بالشعذولية كلهم وبسرهم بالصالحين كتواما بمقتادا تغفر لنا ما قد جانينا وأبلانا حسن الختام تفضلا وجل الصادة وارزقنا توفيقا لطاعتك التي ترضى بها عنا وتكرمنا غدا واثل بفضلك يا رب كروبانا واحفظنا من كيد الزمان اذا اعتدى اكثر بجودك سيدي ارزقنا اي خير من مد الانام له يا دوادم صلاتك والسلام مع الرضا لنبينا والال ما نجم بعد واختم لخيرنا يا كريم واجد لنا برضا يكون على الدوام مجددا اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل
صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ما صلى الله عليه وسلم حقا وإيمانا ويقينا وصدقا ونجاة لنا من النار. لا إله إلا الله بها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين فرحين المبشرين بالجنة يا رب العالمين. أنا وإياكم والمسلمين أجمعين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.